رغم الجهود التي تبذلها السلطات في حضرموت لتوفير الخدمات للسكان، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن. فالسلطة المحلية والتي تركت لتواجه الأمور منفردة دون أي مساندة تذكر من قبل الحكومة المفلسة ماليا، تواجه تحديات كبيرة تبدأ بحفظ الأمن والاستقرار ولا تنتهي بضمان استمرارية الخدمات، مرورا بمحاربة لوبي الفساد الذي قال المحافظ إنهم يعانون منه. ولعلمكم نحن نعاني في المكلا من شكل من أشكال الفساد المغنى. ومع دخول شهر رمضان الكريم وارتفاع درجات الحرارة، يزداد قلق السكان من استمرار تدهور الكهرباء وتزايد ساعات الانقطاعات في صيف لا يرحم. نحن دخلنا في شهر رمضان المبارك، والآن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الرطوبة وزيادة الانطفاء الكهربائي، ما وجدنا أي لمس من اتفاقيات المحافظ باتجاه الكهرباء. ودفع تسجيل مؤسسة الكهرباء لعجز وصل إلى 40 ميجاواط من الطاقة بالسلطات إلى توقيع عقود استئجار جديدة للطاقة المشترى تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار بهدف توفير 30 ميجاواط من الطاقة بصورة إسعافية. ونعاني في المكلا مشكلتين رئيسيتين، مشكلة في التوليد ومشكلة في الشبكة. مشكلة التوليد احنا المطلوب طبعا 135 ميجا او 140 ميجا هذه الايام خلال شهر رمضان، بداية شهر رمضان، وعندنا الان متوفر 100 ميجا، يزيد او ينقص 2 او 3 ميجا. ولا تقتصر معاناة السكان في حضرموت على الكهرباء، فالازمات لا تأتي فرادى، فأزمة انقطاع المياه بدأت تطل برأسها، حيث يقول الأهالي أن فترة الانقطاعات ارتفعت لتصل لثلاثة أيام، الأمر الذي زاد من معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. في ظل ارتفاع درجة الحرارة ومع الصيف في مدينة المكلا، لأننا نتفاجأ بانقطاع المياه لأكثر من ثلاثة أيام، وحاجة الناس تكثر في هذه الأيام للمياه. فيما بدأت أزمات تكدس القمامة وشحة اسطوانات الغاز المنزلي تلوح بالأفق في المدينة. تحديات حقيقية وصعبة تلك التي تواجهها السلطات في حضرموت، والتي تقول إنه ورغم كل المحاولات لإفشالها ستتمكن من تجاوزها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.